فالتأمين مش بس سلام، التأمين أوسع من كده. التأمين رحمة وسلام وسكينة للقلوب من نار القلق، مرض العصر، عشان نعيش في جنة اليقين والأنس. أهم شكل من أشكال التأمين، واحد إن أنت تأمن الناس وقت الأزمات وأوقات المشكلات اللي بيمروا بيها، فيحسوا بالأمان إن هم مش لوحدهم ويستبشروا إن بكرة أفضل. تاني إن أنت تأمنهم وقت الخلافات، فيحسوا إن هم أمنين من غضبنا، وده أكثر شيء يقوي علاقتنا بأحبابنا، إن هم يحسوا إن صحبتنا وقت الخلاف مش هتتهدد. النوع الثالث من التأمين، وده مهم جدا، إن أنا نأمن الناس في وقت في مراحل حياتهم المهمة. فمن أكثر الأوقات اللي محتاجين فيها لتأمين، على سبيل المثال مرحلة منتصف العمر اللي فيها الناس بتخاف على إن هي تفقد القبول وإن حياتها بدأت تنتهي، ويحسوا إن هم هيبدأوا يفقدوا لمعاني شبابهم ويخافوا من التجاعيد وإن شكلهم مش هيكون حلو في عيون أحبابهم. ومن المراحل اللي محتاجين التأمين فيها أهلنا، كل ما بيكبروا في العمر نطمنهم إن قيمتهم في حياتنا هتفضل زي ما هي بل بتزيد، ونأمنهم من خوف إن هم يبقوا عبء علينا، بالعكس هيبقوا رحمة وبركة ونور وفتح علينا. كمان من أهم أشكال التأمين كمان إن نأمن الناس وقت الخطأ من غير متعمد. في أخطاء بتبقى غير مقصودة، الوقوف عندها بيضر، زي أولادنا لما يوقعوا طبق يتكسر فيتكسر منهم، فالأم تزعق لهم أو تشتمهم أو تضربهم في بعض الأحيان لما يمارسوا العنف، ويبقى دوت من أسوأ الأشياء. الطريقة دي بتخلي الأولاد مهزوزين. لما يكون الموظف أخطأ خطأ في سيرورة العمل من غير ما يقصد، والسيرورة موجودة كده عشان تتطور وعشان تتغير، فما ينفعش إن أنت تعاقبه على ده، وتحاول بقدر الإمكان إن أنت تحسسه بالخزي وبالعار. عشان نعيش في سلام التأمين محتاجين نعيش مع بعض التجربة دي. أنا أقول لكم شوية نصايح تساعدنا في العيش بسلام التأمين. أول حاجة، اختار كل يوم حد كنت سبب في تخويفه، خليك سبب في تأمينه، حتى لو بطبطبة، ولو بكلمة أو بنظرة أو بابتسامة. تاني حاجة، خليك دايما على لسانك كلمة أو كلمات من إفشاء السلام اللي بتطمن القلوب وقلب اللي حواليك، زي لعله خير، ربنا كريم، قدر ولطف، الخير جاي. ديت كلمة من أحب الكلمات اللي أنا تعلمتها من أمي، الخير جاي. رقم ثلاثة، كل يوم اختار حد وقول له حاجة حلوة. الكلمة الحلوة بتطمن، بتريح القلوب، وبتطفي الإحباط، وبتطفي نار القلق، وبتخلي الإنسان يحس إن لسه في نفس في الحياة جاي من عند ربنا. آخر حاجة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يجعلك أمان ولطف وسلام للي حواليك، وقول اللهم يا سلام اجعلنا أمانا للناس، واجعلنا بابا من أبواب اللطف الذي يخرج منهم أجمل ما فيهم بالرحمة والحنان. يا أرحم الراحمين، اجعلنا بابا من أبواب أمان عبادك، واجعلنا سبيلا للتأمين حتى نكون مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.